في ظهر يوم 24 نوفمبر سنة 1971 جه راجل أطلق على نفسه اسم دان كوبر، راح مكتب شركة الطيران نورث ويست أورينت في بورتلاند أوريغون، اشترى تذكرة ذهاب على الرحلة 305 المتجهة لمدينة واشنطن، عشان من هنا تبدأ واحدة من أعظم وأغرب الألغاز اللي محدش قدر يحلها في تاريخ مكتب التحقيقات الفيدرالي. ازيكم يا شباب، اتمنى تكونوا بخير، معكم محمد جابر وفيديو جديد. فيديو النهارده هنتكلم عن واحده من اغرب قضايا النصب والاحتيال اللي حصلت في التاريخ، والقضيه ديت لحد وقتنا هذا تعتبر لغز محدش يعرف عنه اي حاجه. بس قبل ما نخش في الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو وسبسكرايب في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم الفيديوهات الجديده اول باول. هسيب لكم لينك البيج بتاعتي على الفيسبوك في صندوق الوصف، خشوا اعملوا له فيها فولو. يلا شباب يلا بينا ندخل على الفيديو. ديب كوبر ده كان راجل هادي وكان في منتصف الاربعينيات من عمره، وكان على طول بيلبس بدله شغل وكان بيلبس عليها ربطه عنق وكان لونها اسود وبيلبس قميص ابيض. طلب ديب كوبر مشروب قبل الرحله ما تطلع، وما كانش بيحاول يلفت الانتباه لنفسه زي ما في ناس بتحاول تعمل كده في المطار. بعد الساعه 3 العصر بتوقيت قصير قرر كوبر يبدأ خطته المحكمة اللي هو خطط لها قبل كده، والخطة بتاعته كانت بسيطة جدا، لكن في الوقت ده سلم المضيفة ورقة عشان تقرأها، لكن المضيفة اعتبرته انه كارت شخص عادي زي ما ناس كتير بيدوها كروت، فما اهتمتش بالورقة اللي هو اداها لها. لكن لما عدت المضيفة من جنبه مرة تانية طلب منها انها تقرأ الملاحظة اللي اداها لها، والورقة اللي اداها دي كان مكتوب فيها لدي قنبلة في حقيبتها تعالي واجلسي بجانبي. المضيفة وقفت مذهولة من اللي بيحصل والكلام اللي مكتوب في الورقة، وسمعت كلامه وقعدت جنبه. بعدها فتح ديب كوبر الشنطة ورالها القنبلة اللي كانت موجودة معاه وقال لها تكتب ملاحظة جديدة، وراحت المضيفة لكابينة القيادة ومعاها الملاحظة لكابتن الطائرة ومكتوب عليها انه عايز 4 مظلات و200,000 دولار من فئة ال20 دولار. كان ديب كوبر دقيق جدا في مطالبه بالفلوس، لكنه كان عايز 200,000 دولار من فئة ال20 دولار تحديدا، لانه وزنهم هيكون حوالي 21 رطل، وده هيساعده يقدر يقفز من الطائرة بالمظلات بكل سهولة، لان لو الفلوس من اي فئة تانية غير ال20 دولار هتكون تقيلة عليه وهتعمل وزن زايد، فمش هيعرف انه يقفز من الطائرة بسهولة. ولكن ما اكتفاش انه هو ياخد الفلوس وبس، طلب من مكتب التحقيقات الفيدرالي انهم يدوله الفلوس بارقام تسلسلية عشوائية، يعني الارقام اللي بتكون على الفلوس ما تكونش مترتبة ورا بعض، تكون كلها عشوائية. وبالفعل وافق مكتب التحقيقات الفيدرالي واداله فواتير بارقام عشوائية، ولكنهم ادوله الفلوس وتأكدوا ان كل الفلوس اللي ادوهاله بتبدأ بحرف ال عشان يقدروا يقبضوا عليه بكل سهولة. وبعد ما اوضح كوبر كل مطالبه بعت المضيفة مرة تانية لكابينة القيادة وطلب منها تبلغ الطيار انه يفضل في الجو لحد ما الفلوس والمظلات يكونوا جاهزين. ولما عرف الطيار برسالة كوبر حاول ما يخوفش الركاب ولا يقول لهم ان الطيارة اتخطف، وحاول يكون الوضع عادي وقال للركاب من خلال الاتصال الداخلي في الطيارة ان الطيارة هتدور شوية قبل الهبوط بسبب مشكلة ميكانيكية، والركاب في الوقت ده ما كانوش يعرفوا ان الطيارة اتخطفت، ومحدش برضو كان يعرف حقيقة ديب كوبر. ولما وفرت السلطات الفلوس والمظلات هبطت الطيارة في مطار سياتل عشان تاخد الفلوس والمظلات. وقتها كوبر نزل 36 راكب من الطيارة، لكنه أخذ معاه 2 من الطيارين ومهندس طيران ومضيفة كرهينة في الطيارة. وبعد ما الطيارة تزودت بالوقود أمر كوبر الطيار يروح مدينة مكسيكو، وكان من ضمن خطة كوبر إنه ما يسيبش أي حاجة للصدفة، وكان عامل دراسة كبيرة للخطة بتاعته بداية من وزن الفلوس لحد ارتفاع الطيارة. وبناء على تعليماته الطيارة حلقت في أقل من 10,000 قدم وبسرعة أقل من 200 عقدة، وفي حوالي الساعة 8 بالليل الطيارة كانت بالقرب من واشنطن. نزل كوبر الدراجات الخلفية للطيارة وقفز بالمظلات وأخذ معاه الفلوس واختفى تماما. وأطلق وقتها مكتب التحقيقات الفيدرالي واحد من أطول التحقيقات في تاريخه والمعروف باسم اختطاف الشمال الغرب. في البداية اعتقدت الوكالة إن كوبر عارف كل الطيارات والمنطقة، ومن المتوقع ان هو كان بيخدم في الجيش قبل كده وخصوصا في سلاح المظلات، لكن بعد كده تقرر انه ما كانش ليه اي خبرة في المظلات لان القفزة كانت خطيرة جدا، وكمان ما قدرش يعرف ان مظلته الاحتياطية مقفولة لانها بتستخدم في التدريب. وفقا للتقرير اللي قاله مكتب التحقيقات الفيدرالي ان كوبر ممكن يكون مات اثناء الهبوط بسبب انه ما قدرش يتحكم في مظلته
بعد ما لقى صبي صغير حزمة من الأوراق النقدية بقيمة 5800 دولار من فئة ال20 دولار بالقرب من واشنطن في سنة 1980، وتبين ان الأوراق النقدية اللي لقاها الصبي الصغير نفس الأوراق اللي أخدها كوبر. ومن ضمن النظريات اللي اتقالت وقتها ان كوبر منجيش من القفزة بسبب انه معرفش يوجه المظلة بتاعته، واثبتت الادلة انه ما كانش عنده اي خبرة في القفزة. قرر مكتب التحقيقات الفيدرالي يوقف القضية، ودي تعتبر واحدة من اطول التحقيقات واكثرها شمولا في التاريخ. فعلى مدار 24 سنة من تحقيق نور جاك، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بمراجعة شاملة لجميع الخيوط والأدلة الموثوقة بالتنسيق مع العديد من المكاتب الميدانية لإجراء عمليات البحث، وجمع كل الأدلة المتاحة وأجرى مقابلات مع الشهود اللي تم تحديدهم. وأوضح المكتب الفيدرالي إن آخر تقارير عن التحقيقات المكتب طبق العديد من التقنيات التحقيق الجديدة والمبتكرة، بالإضافة إلى أن فحص العناصر لا حصر لها في مختبر مكتب التحقيقات الفيدرالي، وأنه سيتم الاحتفاظ بالأدلة اللي حصلوا عليها أثناء التحقيق لأغراض تاريخية في مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن العاصمة من أجل حل قضية تانية. وفشل مكتب التحقيقات الفيدرالي عن حل لغز ديبي كوبر، ومحدش قدر يحصل لا على الفلوس لحد دلوقتي ولا على ديبي كوبر نفسه أو حتى جثته لو كان مات، ومحدش قدر يعرف اسمه الحقيقي كمان. وما بين النظريات أنه مات بسبب قفزته أو أنه نجح في خطته، وما بين النظريات انه مات بسبب قفزته او انه نجح في الخطة بتاعته وقدر يهرب كل السنين دي، يبقى تحقيق ديبي كوبر هو السؤال اللي محدش في مكتب التحقيقات الفيدرالي قدر يجاوب عنه، وبقى ديبي كوبر الراجل اللي هزم النظام وارتكب الجريمة الكاملة. كده يا شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش لايك للفيديو، سبسكرايب في القناة، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم الفيديوهات الجديدة اول باول. شكرا لكم على المشاهدة، كان معكم محمد جابر، سلام عليكم.